السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي، قناة مطبخ سمير. إن شاء الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم حابة ندير معكم وصفة تاع البطبوط. هنا عندي هنا للمقادير 600 غرام فرينة، عندي 5 مغارف كبار زيت زيتون. تقدروا ديروا زيت عادي ولا ديروا نص نص. عندي مغرفة كبيرة سكر، 15 غرام في خميرة الخبز، ميم با يعني ديرو إلا درتو 600 غرام ديرو حوالي 12 غرام هكاك. عندي هكا شوية ملح، الملح يعني ما تكتروش باش ما تكونش العجينة تاعكم مالحة. أنا عندي هنا حوالي 10 غرام، تقدر ديرو حتى 12 غرام، يعني ما تكتروش بزاف. عندي 45 غرام حليب بودرة، وعندي الماء باش نلم العجينة تاعي. دوك نبدأ ندير مع الفارينة الخميرة والسكر، نزيد الحليب بودرة، نخلطهم. نخلطهم كما على بالكم بلي الملح ما لازمش يتخلط مع الخميره. هكذا دوك نزيد الملح مع زيت الزيتون، دوك ندير الغيسيبيون تاعي نديرو في البيتخان. نتوما لي ما عندهاش البيتخان دير بيدها، بصح تعجن 15 إلى 20 دقيقة. الا ديرو بالبيتخان تعجنو 15 12 دقيقة. هنا نبدا ندير شوية الماء، لازم يكون دافئ، بصح ما نقدرش يعني نعطي لكم كمية معينة من الماء. هنا على حساب لاكاليتي تاع الفرينه تاعكم، يعني على حساب العجينه تاعكم، كل وحده وكيفاه. ديروا برك شويه بشويه، يعني ما تكثروش بزاف في خطره واحده. هنا نزيد ندير شويه بشويه نعجنها، ونولي باش نوري لكم العجينه. العجينه تاعي بعد ما عجنتها راني بديت لها الريسيبيون، درتها في الريسيبيون واحد اخر اللي درت له شويه زيت باش ما تلصقش كامل في الريسيبيون تاعي. هنا للماء درت حوالي 30 سنتيلتر، نتوما على حساب كما قلت لكم على حساب الفرينه تاعكم. دوكا انا نغطي لها، هذه عندها الكوفيركل تاعها. سمحولي ديروا هكا الكوفيرت تاعها ولا الورق هذاك الشفاف، تغطوا لها وتخلوها تخمر. وكي تخمر نعاود نولي لكم باش نكملوا نديروا البطبوط تاعنا. بعد ما طلعت لي العجينه دوك نحيلها لي غاز ونديرهم لي بول، يعني ماشي ديروهم يعني كيف كيف، لا تحبوا كبار ولا صغار كما تحبوا، تقدروا توزنوهم ولا كما يعني الحجم يبقى اختياري. بعد ما درت لي بول تاعي شوفوا درتهم كامل على 70 غرام كل وحده، ودوكا كل وحده نسويها. ديروا شويه برك هكا الفرينه باش ما تلصق لكمش. هكذا
يعني انا نديرهم ارقاق وديتهم صغار، نتوما تقدروا تكبروهم الا حبيتوا حجم اكبر. وكي ديروا يعني تسويوا وحده تخلوها في جهه وتزيدوا كامل الاخرين حتى تكملوهم كامل، ومن بعد نبداو نطيبوا الاولى كامل اللي درنا. دوكا نكمل هادو ومن بعد نولي لكم، بعد ما نكمل هادوما نولي لكم باش نطيبوهم. هنا في لابوال تاعكم اللي عندكم يعني موالفين تطيبوا فيها هكا العجاجن، ديروا لها شويه الزبده وتحطوا فوقها وحده، هذيك الاولانيه كاع اللي بديتو فيها يعني اللي سويتها ومن بعد خليتها هالاولى. وهنا لازم كل 30 ثانيه تقلبوها زوج حترات باش لازم يعني تنفخ لكم، ما تخلوهاش حتى تطيب من التحت ومن بعد ترجعوها من الفوق هكذا. ولازم تحركوها ما تخلوهاش في بلاصه وحده حتى تشوفوها بلي تنفخت لكم. حركوها، لازم تحركوها. شوفوا كي تنفخ لكم هكا وتقلبوها باش يعني ما تحرق لكمش من تحت تاني. شوفوا كي تشوفوها تنفخت باش تقلبوها، يعني تقلبوها زوج خطرات برك في الاول، الخطره الاولى كي ديروها في الطاجين تاعكم فوالا. ومن بعد حطوها حتى تشوفوها بلي طابت يعني مازال شويه. ومن بعد يعني كي تخلوها تبرد كي تطيب وتخلوها تبرد تشوفوها بلي يعني تنحت النفخه تاعها. زيدوها اشاك فوا ديروا يعني وحده لازم ديروا شويه الزبده. الشكفة تقلبوها ما تخلوهاش حتى تحرق لكم بزاف. هنا يعني طياب على حسبكم، لا تحبوها تكون بزاف حمراء ولا معليش تكون شوية بيضة، كاينين ما يحبوش تكون العجينة تاعهم بيضة. هكذا لازم تقلبوها كل 30 ثانية تقلبوها زوج خطرات وتحركوها او ميم طو، يعني ما تخلوهاش هكاك في بلاصه وحده. هكذا شوفوا هاي هي بدات تنفخ، تحركوها بزاف يعني ما تخلوهاش، نعاود لكم ما تخلوهاش في بلاصه وحده. شوفوا راهي تنفخات الثانية، تقدروا تطيبوها من الأطراف الثاني. شوفوا دوكا كي يعني تشوفوهم طيبين كما تحبوا، ليسونسيال كي تنفخوا لكم ومن بعد طيبوهم في الأطراف ومن زوج الجهات وتنحوهم حتى تكملوا كامل البطبو تاعكم. درت ديجا وصفه وحده بالسميد والفرينه كيف كيف، هذه بالفرينه برك كيما شفتوا. هاوليك البطبوط دونك هنا البطبوط تاعي دوك كل واحد نفتحو، تقدروا تخبوها في الكونجيلاتور الا تحبوا تخلوه لرمضان ان شاء الله باش يعني يقعد لكم غير الحشو ديروا له. دونك هنا البطبوط نفتحو هاو
لك دوكا داخل ندير له شويه ديال هذيك لاصوص الجايان، ديرتها بالمايونيز والهريسه، شويه فلفل احمر، شويه فلفل كحل، وشويه ملح. تقدروا تزيدوا له البصل الا تحبوا، يعني البصل طرابيوه وتزيدوا له هنا. شوفوا ندير له شويه بصل، طماطيش، يعني الحشو ديروا له كيما تحبوه. تقدروا ديروا له فيون داشيل، البولي، ولا يعني الطون كيما هنا ندير الطون. نجبد مغرفة، هنا عندي شوية اللي فريت طيبتها، تقدروا ديروها يعني قطع صغار. وهنا ندير شوية التون، تقدروا ديروا له المايز، يعني يبقى اختياري برك. دونك هنا نزيد شويه ليفريت، وندير له الفرماج. عندي هذاك الفرماج تاع المكعبات، هذاك تاع الهامبرغر، دوك ندير لهم كامل الحشو هكذا. ومن بعد نتوما تقدروا يعني كما قلت لكم ديروا له ديرهم في الكونجيلاتور. شوفوا للداخل راهو يعني ما كان راهو فيد. ندير صلصه لاصوص الجيريان، كاين يحبوا تكون حارة بزاف ولا شويه برك، هاد الصلصه تكون ديما حاره. دونك انتو ليكم اختيار ديروها حاره بزاف ولا على حسب الاذواق. شويه بصل، طماطيش، ونزيد الفريت، ونزيد التون. دوكا نكمل هكا ونولي فيما بعد باش نوري لكم في صحن التقديم. هاوليك دوكا بعد ما عمرتهم، عمرت شويه وخليت شويه من بعد نكونجليهم، يعني نديرهم في الكونجيلاتور، نخبيهم داخل شكاره، نغلقها بيان ومن بعد نديرها في الكونجيلاتور. وانتم ديروا كيما تحبوا، تقدروا تخلوهم في الثلاجة ولا في الكونجيلاتور خير، ومن بعد في رمضان تخرجوهم ويبقى لكم غير الحشو ديروا كيما تحبوا. هاوليك نتمنى تعجبكم الوصفة، ما عليكم غير ديروا جيم بارطاجيو، ما تنساوش تشاركوا في القناة باش يوصلكم المزيد من الجديد. والى اللقاء مع وصفة جديدة ان شاء الله.